مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. سنناقش فيها التهديدات المتصاعدة التي تمثلها ميليشيا الحوثي والمخلوع على الملاحة الدولية على ضوء استهداف المدمرة الأمريكية بالقرب من باب المندب. تتصاعد الأزمة اليمنية على مسارات عدة، ويبدو الملمح الأخير لهذا التصعيد ما يحدث على الساحل الغربي. فبعد أقل من أسبوع من استهداف سفينة شحن الإماراتية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع، عادت الميليشيا لتستهدف مدمرة أمريكية في المياه الدولية شمال مضيق باب المندب. متحدث عسكري أمريكي قال إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية استهدفت في محاولة فاشلة لمهاجمتها بصاروخين من الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكابتن جيف ديفيز إن القصف استهدف المدمرة، لكن الصاروخين سقطا في المياه قبل وصولهما. ميليشيا الحوثي سارعت للنفي، ولكن الأهم من ذلك هو ما يشير إليه هذا الخبر من تنامي قدرات الميليشيا لتصبح تهديدا جديا للممر الدولي الذي يعد من بين أهم ممرات التجارة الدولية في العالم. تهديدات الميليشيا للملاحة الدولية ودلالاتها ودتاعياتها ستكون محور حديثنا هذا المساء من زوايا الحدث. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. سكتت هذه الصرخة أو أسكتت عندما وضع الحوثيون أنفسهم أمام الاختبار الصعب بتورطهم الذي يبدو مؤكدا في هجوم فاشل وغير احترافي بصاروخين على المدمرة الأمريكية ميسون في جنوب البحر الأحمر. لم يمضي أكثر من ربع ساعة فقط على صدور بيان لوزارة الدفاع الأمريكية بشأن الحادث حتى سارع الانقلابيون في صنعاء إلى نفي مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخين، واعتبروا الأخبار التي يتم تداولها عارية من الصحة. لكن بيان وزارة الدفاع الأمريكية أشار بوضوح إلى أن الصاروخين انطلق من مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون. أسبوع واحد فقط يفصل بين حادث الاعتداء على سفينة الإغاثة الإماراتية سويفت وبين أحدث اعتداء فاشل ينفذه الحوثيون على بارجة أمريكية. هلل الحوثيون لنجاحهم في استهداف الأولى وتبرؤوا من استهداف الثانية، لكن لهذا الحادث ما بعده من ترتيبات أمنية في هذه المنطقة الحساسة من العالم لن تكون مريحة بالتأكيد لهؤلاء الذين لم يتقنوا بعد فن اللعب بالأوراق أو خلطها. فهذا الممر الدولي الهام هو الذي استدعى تدخل التحالف العربي، وهو الذي سوف يضع حدا لهذه المغامرة في البحث عن السلطة وسط ركام من التعقيدات المحلية والإقليمية والدولية. كان هذا الشعار وما يزال مجرد غطاء على العلاقات الخفية مع أمريكا التي سهلت للحوثيين مهمتهم، وهذا الشعار نفسه أصبح بعد هذا النفي السريع زائدا عن الحاجة ومجرد شعارات تقبح وجه صنعاء وتؤكد أن هذه المدينة التاريخية لا تزال حتى اللحظة أسيرة المجاميع الميليشياوية المسلحة، وهي تشرف على إفراغ العاصمة من كل مظاهر الحياة. لمشاهدة أو لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من الرياض رئيس مركز أبعاد للدراسات الأستاذ عبد السلام محمد. مساء الخير سيد عبد السلام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الكرام بكل الضيوف. أهلا بك أستاذ عبد السلام. قبل أيام كانت الميليشيا تستهدف سفينة إماراتية، اليوم تستهدف مدمرة أمريكية. إلى ما يشير هذا التتوالي في استهداف الناقلات والمدمرات وكذلك السفن في المياه الإقليمية والمياه الدولية في منطقة باب المندب؟ طبعا الميليشيات الحوثية هي تتبع استراتيجية إيرانية بحتة ولها أهداف متعددة. عندما نتحدث عن محاولة نقل المعركة من البر إلى البحر، هناك أهداف تريد أن تحققها الميليشيات الحوثية وهناك أهداف استراتيجية لإيران. الأهداف التي تريد تحقيقها الميليشيات الحوثية هو أولا الهروب من حالة السقوط والانهيار الذي حصل لها سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري في المعارك الأخيرة، وفشل أيضا تحقيق أهدافها في الحوار، وأيضا الوضع الاقتصادي الذي تعانيه، إضافة إلى ربما محاولة إرباك لأحداث الصالة والتي حصلت خلال اليومين الماضيين من ضرب مدنيين أثناء عزاء. أيضا هذه ما تهدف إليه الحالة الحوثية داخليا، لكن استراتيجيا إيران هي تتجه باتجاه تحويل المنطقة إلى فوضى
أو بمعنى الأصح إدخال معركة اليمن أو تدويل معركة اليمن لأن تصبح شبيهة بما يحصل في سوريا لتحقيق بعض الأهداف، وهو عمليا كرد ضد التحالف والمملكة العربية السعودية الذي قام بعملية مناورة في ضيف هرمز، وأيضا كإيذاء للخليج النفطي أو ما يسمى باستراتيجية التمدد الإيراني في المنطقة. طيب في يعني في ظل كل ذلك كان لافتا ربما أن الميليشيا سارعت للنفي، باعتقادك لماذا تنفي الميليشيا ذلك مع أنها دائما ما تردد أنها في حالة حرب مع ما تسميه عدوانا أمريكيا؟ الحوثيون هم يتبعون السياسة الإيرانية تماما، عندما يقومون بمهمة ضد خصومهم أو حلفائهم هم يريدون إيصال رسالة. بالنسبة للتوجه ضد الأمريكيين هم لا يريدون استعداء الأمريكيين، ولكن يريدون أن يقول لهم الواقعية تحالفوا معنا ونحن موجودين في أهم منطقة وهو منطقة المرور النفط ومناطق المعابر المائية في باب المندب كمنطقة مهمة نحن موجودين فيها ونستطيع أن نقدم لكم خدماتنا، وهذه هي طريقة لجلب التعاون وليس جلب الاستعداء. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد السلام. ينضم إلينا الآن من الرياض أيضا الخبير العسكري اللواء ركن محمد القبيبان. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا وسهلا ومساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك سيادة اللواء. بعد السفينة الإماراتية الميليشيا الآن تستهدف مدمرة عسكرية أمريكية، ما هي قراءتك لهذه الحادثتين؟ طبعا احنا نشوف انه في الآونة الأخيرة وزي ما ذكرت مع حضرتك قبل فترة او مع قناتكم المكرمة انه الحوثيين بدأت تظهر عليهم بوادر التخبط، انا اسميها بوادر الانهزام. في اي علم عسكري عندما تكون جماعات تحت الضغط سواء داخليا او خارجيا تبدأ هنالك تصرفات هوجاء، يعني لا يوجد هدف واضح محدد. اليوم او بالامس تم اطلاق عدد صواريخ باليستيه الى المملكه، يطلق صواريخ ايضا داخل اليمن من صنعاء الى مأرب، تم استهداف بعض البوارج البحريه. هذا بصوره عامه يعطيك اول شيء هنالك تخبط في القياده. طبعا نعزو هذا الى انه في قرارات حاسمه اتخذت من قبل الحكومه الشرعيه وكانت يعني مفروض انها تصير منذ فتره طويله، ولكن ولله الحمد صابت القرارات. والعاده للجماعات الانقلابيه هي جماعات تعمل على المال، عندما قطع المال اصبح هنالك تخبط. الحركه التي عملها الحوثيين هذه المره باستهدافهم بوارج امريكيه لقوى عظمى في المنطقه، ماذا تعني لنا هذه؟ إنما هو الرغبة لجر المنطقة إلى أكثر دمار، وهو يعني ما يعتقد بهذا التفكير الصغير بأن مثل هذه العمليات، أنا لا أسميها عمليات صغيرة بغض النظر تم استهدافها أو أنهم نفوها، ولكن الإقدام على زي هذا عمل مثل ذا هو فكرته بجر المنطقة إلى صراع، وينقل الصراع بدلا أن يكون يمنيا مع قوات التحالف يمنيا، لا يريد أن يخرج عن الدائرة ويبدأ بسحب قوى أخرى إلى المنطقة. طبعا هذه الأفكار تأتي من أين؟ من الدول المارقة. هذه هي الدول المارقة، عندما تتورط الدول المارقة تريد أن تسحب معها أكبر عدد من الدول وتدخل المنطقة في فوضى. فكان الهدف الاستراتيجي الذي هو يريده، ولا يستطيع أن يوقف الملاحة، هو لا يوجد لديه قوة لمواجهة المقاومة، ليس الجيش المقاومة الوطنية، مع احترامي للجميع يعني، بس أنا أقول لك المقاومة التي تتحرك في الجبال بأسلحة خفيفة، هو يختبئ في الجبال لمواجهة. فماذا يريد؟ هل يريد أن يواجه يعني الدولة العظمى في العالم؟ أنا لا أعتقد، إنما هي عمليات عبثية
تدل على تخبط، تدل على أن هنالك المال بدأ يلعب دورا كبيرا، تدل على أن الجماعة التي كانوا يتكئون عليهم بدأوا ليس بالتخلي عنهم ولكن من الضغوط الدولية، وليست كافية. أنا هنا سيدي فاضل لا أقول أن الضغوط الدولية كافية على الدول المارقة لوقف دعم الجماعات الانقلابية. فبهذه الصورة يعني خليني بس أختصر أقول لك إنه هذه عمليات عبثية لا يستطيع الحوثي ولا من يدعم الحوثي بأن يمس أي مناطق عالمية تمر منها الملاحة وتمر منها الطاقة وتمر منها التجارة بأي شيء من الأشياء، إنما زي ما ذكرت لحضرتك هي عمليات عبثية. طيب في هذا الأمر هو المتحدث العسكري الأمريكي قال إن هذا يعني هذا الاستهداف جاء من الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، أي من الأرض ليس من البحر. بحسب يعني خبرتك واطلاعك، هل تمتلك الميليشيا قدرات بحرية وليس برية تمكنها من تهديد الملاحة الدولية بشكل جدي؟ شوف، المضايق لا تحتاج إلى تقنية عالية ولا تحتاج إلى قدرات عالية. المضايق معروف يعني خطأ. لماذا العالم يهتم بالمضايق؟ لأن المضيق هنالك يعني سهولة إغلاق المضايق بأعمال تخريبية. لذلك أنا أقول لك ما يمتلك الحوثي هو لا يمتلك شيء، إنما قد تكون لديه أو لا يحتاج أي خصم يكون يعني قريبا من المضايق الهامة، لا يحتاج إلى تقنية عالية. شخصيا أنا لا أعتقد يوجد لديه، ولكن كل ما تحتاج العملية هنا قارب فخة وتوضع هنالك ألغام ومن ثم يتم إغلاق المضايق، فهي لا تحتاج إلى تقنية عالية. ولكن دفتريا بعد هذه الفترة أنا لا أعتقد أن لدى الحوثي أي إمكانات بحرية عدا إمكانات الجماعات الإرهابية، ألا وهي زي ما ذكرت لحضرتك بأنه هنالك يتم تلغيم بعض القوارب الصغيرة أو يتم إلقاء بعض الألغام والتي أنا لا أعتقد أنه لا يمتلكها، لأنه من عام 2011 أو من قبل ذلك بكثير، إذا احنا نتكلم على بداية الدعم الإيراني للحوثيين نتكلم عن عام 2005 و2006. قد يكون لا يوجد لديهم ألغام. القوة البحرية الإيرانية ليست قوية في قوتها بمعنى أنها تستطيع السيطرة، لكن يوجد لديها عمليات صغيرة تسبب إرباك للملاحة العالمية. فإجابة على سؤال حضرت بأنه لا يوجد لديه تقنية أو يوجد لديه قوة، إنما يوجد لديه ما يدعم العمليات الإرهابية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيادة اللواء، وأعود إلى الأستاذ عبد السلام محمد. أستاذ عبد السلام، بين هذا الإعلان للاستهداف من قبل البنتاغون ونفي الميليشيا، هل يمكن القول إن الحادثة أو حتى الحديث عنها الآن هو مقدمة لتطور جديد قد يحدث في مسار الأزمة اليمنية؟ أولا أنا أقول لك أن الميليشيات هي حاولت نقل المعركة إلى البحر لأسباب كثيرة، وهي خسارتها على الأرض. وهنا أذكرك بأحداث حصلت تناولتها الصحافة الإريترية ولم يتم تناولها على مستوى دولي، أن الحوثيين حاولوا ضرب صواريخ على الأراضي الإريترية أو المناطق التي كانت مستأجرة في بعضها كمعسكرات أو كتدريب أماكن تدريب. هذه المسألة هي متعلقة باستراتيجية إيرانية لنقل الفوضى أولا إلى المضايق المائية، ثانيا بالنسبة للسلاح هم امتلكوا أسلحة، ما تبقى من أسلحة يعني التي تتبع خفر السواحل وأجهزة البحرية سابقا برغم ضعفها اليمنية، إلا أنها توجد مع لديهم صواريخ. ثانيا هناك صواريخ ذكية تتبع مكافحة الإرهاب وهي أصبحت بأيديهم، لكن من أعطاهم مثلا القواعد البيانات أو قواعد الانطلاق لهذه الصواريخ؟ هذه مسألة يجب أن تدرس. وعلى الأمريكيين أيضا أن يعرفوا أن هذه الأسلحة اللي ضربوا أو حاولوا أن يضربوا بها هي أسلحة دعمت لمكافحة الإرهاب وأصبحت تشتغل ضدهم، وهم الآن يريدون إعادة القرصنة في المضايق المائية من أجل جلب تحالف دولي لهذه المناطق وحدوث احتكاك ما بين روسيا وأمريكا، خاصة بعد الأحداث الحاصلة في سوريا.
إيران لا هي تعرف أنها لا تستطيع السيطرة على اليمن، لكن تريد حالة فوضى في هذه المنطقة لتأمين نعم. تمددها إلى منابع النفط الخليجي. طيب هذه إيران هي تتواجد على الضفة الأخرى من البحر الأحمر، هل تعتقد أن لذلك علاقة أكثر بهذا التطور الأخير؟ إذا نتحدث عن المضايق المائية الدولية، طبعا كل الدول هي موجودة لمكافحة القرصنة وحماية الممرات الدولية. توجد تركيا، توجد إيران، توجد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والصين، موجودين كلهم في هذه الممرات، لكن هناك درجة معينة واضحة جدا لمسألة حماية الممرات الدولية ومنع الاحتكاك. لكن أن تدخل هذه الممرات في إطار السرعة أو كنتيجة لتهديد إيران أنها قادرة على السيطرة على مضايق مائية، فهذا محاولة لإحداث احتكاك. ثانيا، هي تريد إيران أن تثبت أنها قادرة وموجودة في مضيق باب المندب، خاصة بعد أنها شعرت بتهديد بعد أن قامت البحرية السعودية بعملية مناورة في مضيق هرمز. هذه المسألة يجب أن تؤخذ بالها، وهم يريدون أن يردوا، ولكن نكتشف أن الرد الإيراني دائما عبر ميليشياتي. هذه الميليشيات في الأخير هي أشبه بالقراصنة، ستستدعي المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية، وأيضا على التحالف أن يأخذ هذا كدرس من أجل تحرير الساحل، وألا يؤجل هذه المعركة المهمة، لأنها معركتهم الإقليم والعالم. طيب دعني من هذه النقطة، أكثر من 30% تعبر. نعم، دعني من هذه النقطة سيد عبد السلام أعود إلى اللواء ركن محمد القبيبان. سيادة اللواء، يعني هناك أهمية كبيرة لهذا الساحل الغربي لليمن، وهناك عامين مضى من بدء عمليات التحالف تقريبا. ما مدى سيطرة قوات التحالف على هذه المنطقة؟ ما مدى قدرتها على مراقبة الشريط الساحلي الطويل لليمن؟ هو هذه نقطة جدا حساسة، يعني أشكر أنك أثرتها مع الأخ الفاضل الأستاذ عبد السلام، الدكتور عبد السلام، لأنه هذا كان المبدأ منذ يعني بدء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وكنا نتحدث عن ضرورة أهمية السيطرة على الشواطئ إن أمكن. أولا، الشواطئ الغربية هي ليست بالشواطئ القصيرة، هي شواطئ طويلة، وكذلك يعني تتحدث أنت عن ممرات أو مناطق عالمية تمر منها تجارة وتمر منها مناطق أو تمر منها الطاقة إلى دول العالم الآخر. هذا أولا. فيما أنك تتكلم على، هي ثلاثة أجزاء، سؤالك يتكلم على مراقبة أو يتكلم على التحكم أو يتكلم على يعني إعادتها للشرعية. يعني بداية هي قدرة على المراقبة، ومن ثم تحرير هذه المناطق، يعني السواحل الغربية، وهي شريط ساحلي كبير في نهاية المطاف. فاهم عليك، أنا أتكلم على أنه في حالة المراقبة طبعا قد تكون أسهل بكثير من حالة أنه تحررها من الانقلابيين، أو أنه يعني تسيطر عليها سيطرة كاملة. الممرات، أو خلينا نتكلم على الشواطئ، الموانئ البحرية، من الصعوبة بمكان السيطرة عليها في ظل هذه الظروف الصعبة. يعني تتكلم أنت عن سهلة الاستهداف، السفن بالعادة عندما تتقدم سواء البوارج أو سواء السفن البحرية أو سواء الزوارق أو الفرقاطات، يجب أن يكون لها حماية أكثر من الجيش نفسه، يعني لأن هنالك لا يوجد مفر ولا يوجد مكان تختبئ فيه، فصعوبة جدا في هذه، من الصعب من مكان القيام بإعادة الموانئ إلى الشرعية. لكن ما كنا نتحدث عنه هو المراقبة اللصيقة، لأنه ما ساعد على طول الأزمة إلى الآن 18 شهر، طبعا احنا نتكلم على حرب غير نظامية دائما تأخذ فترات طويلة، ولكن نتكلم عن التهريب هو ما ساعد على طول امتداد الحرب. فسؤالك جدا مهم، كيف العمل في هذه الظروف؟ لابد من يعني دمج المجتمع الدولي، وها هو الآن هي الفرصة أتت. قبل ذلك أتت عندما تم اعتراض السفينة الإماراتية، واليوم تم اعتراض بارجة أمريكية. المجتمع الدولي يجب أن يعي ما مدى خطورة هؤلاء الانقلابيين. طيب، وفقا لذلك
نعم وفقا لذلك هل تتوقع يعني وفقا لهذا التزايد في عمليات الميليشيا بالقرب من خطوط الملاحة الدولية هل تتوقع أن ينفذ التحالف عملية في هذه المناطق بالتعاون مع القوات الدولية الموجودة هناك؟ لابد المجتمع الدولي يفهم هذه الجماعة تريد أن تجر المنطقة إلى فوضى. مصالحهم مصالح غرب آسيا، مصالح شمال أوروبا، مصالح أفريقيا تمر من خلال البحر الأحمر ومن هذه المضايق باب المندب أو أو مضيق هرمز. لابد أن يدخل المجتمع الدولي، وقد ذكر ذلك تحدثنا عن ذلك في البداية، لأن المجتمع الدولي إذا لم يتفاعل مع قوات التحالف ومع الحكومة الشرعية في القضاء على هذه الجماعة سوف تصل الأمور إلى أكبر من ذلك. فأنا أتوقع وهي قراءة عسكرية، وجميعنا نتحدث نتذكر أحداث 1996 عندما تم الهجوم على البارجة الأمريكية، أعتقد اسمها كول أو حاجة زي كده. بعد ذلك ربما هي في العام 2002 على ما أعتقد، أو في عام 2000. لا أذكر التاريخ، عفوا أنا ذكرت التاريخ، ولكن يعني أنا أتكلم على سفينة كول. نعم، عندما تم مهاجمتها من قبل الجماعات الإرهابية ماذا حدث؟ تواجدت القوات وبدأت تعمل، ليش؟ لأن كان في هناك قرصنة، وانتدت القرصنة إلى أن يكون عمليات إرهابية. لذلك يعني باختصار لابد أن يتفاعل المجتمع الدولي مع القوات التحالف ومع الحكومة لضمان الملاحة وللقضاء أيضا على هذه الجماعات، لأنها بدأت تتمدد وتريد زي ما ذكرت لحضرتك والأخوة والسادة المشاهدين تريد أن تجر رجل العالم أو تجر المنطقة إلى نوع من الصراع الذي لا يعرف لأي اتجاه سوف يتجه. هل هو صراع سيكون ضد اليمن واليمنيين فيما بينهم، أم يريدون إدخال دول الخليج في صراع ضد اليمن؟ لذلك يجب التفهم لهذه العمليات أو هذه الجماعات الإنقلابية. سيدي، عندما ندرس في الكليات وعندما نعلم الضباط عن مدى خطورة المتمردين، مدى خطورة الحرب غير نظامية، مدى خطورة هذه الحروب، فهي لم تأتي من فراغ بل أتت من علم. لذلك المجتمع الدولي يجب أن يعي، وها هي الفرصة أتت، فإذا لم يتعاونوا نسأل الله العفو والعافية ماذا سيحدث مستقبلا. أشكرك الخبير العسكري اللواء المتقاعد محمد القبيبان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى الأستاذ عبد السلام محمد. أستاذ عبد السلام، قدم لنا اللواء القبيبان رأيه العسكري فيما يخص المستقبل وما يجب أن يحدث. الآن نريد قراءة سياسية وفقا للظروف التي تكتنف الانتخابات الأمريكية، وكذلك التعقد في المشهد بداخل الشرق الأوسط ما بين روسيا وأمريكا. هل تتوقع عمل يعني يمتد لما هو أكبر من التحالف العربي بالتعاون مع القوات الدولية المتواجدة هناك فيما يخص الشريط الساحلي الغربي لليمن؟ طبعا بالنظر إلى يعني مواقف الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نستبعد كثيرا أن تدخل في مواجهات الحوثيين أو تدعم ضرب الحوثيين أو حتى تدخل في صراع مع إيران، إلا إذا تم استخدام ذلك استخدام سياسي فقط قبل الانتخابات، كما تحدث الأستاذ في مسألة أحداث البارجة أو المدمرة الأمريكية كول في عام 2000، وأحداث أيضا البارجة الفرنسية ليمبورج عام 2002. كانت عملية مكافحة الإرهاب التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت كثيرا في تحقيق بعض التصفيات السياسية داخل في إطار الانتخابات، لكن هذا أستبعد أن يحصل إلا في حالة واحدة فقط، إذا استطاع التحالف العربي أن يستقطب لحماية الممرات الدولية خلال هذه المعركة جهات أيضا أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الصين وأيضا روسيا. لماذا لا؟ الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الحوثيين ليسوا أعداء، وإنما كل العمليات التي يقومون بها أو الشعارة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية إنما لكسب الصلاع وليس كسب الاستعداء، هذه أصبحت قاعدة واضحة جدا في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ما بينها وبين إيران وبينها وبين ميليشيات إيران في المنطقة. إذا أشكرك رئيس مركز. عفوا، بالنسبة للتحالف، بالنسبة هذه النقطة فقط، هذه الملاحظة بالنسبة للتحالف، ليس أمامه فرصة أفضل من الآن في تحرير الساحل،
بالذات استعاده ميناء المخاول ميناء الحديده. ميناء الحديده ادخل العام 2015 اكثر من 47 مليار ريال، وهذا امر اصبح يدعم الميليشيات كثير. اذا لم تستعيد الدوله وتستعيد تحالف هذا الميناء، انا اعتقد ان التمويل لهذه الجماعات سيتم من خلال التهريب وهذه الموانئ. شكرا لك أستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا في حلقة اليوم، كما هو الشكر ممتد وموصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل كمال حيدرة منتج البرنامج، كما هي من الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.